والآن خلينا نروح للأردن اللي كان فيها أجواء مونديالية فريدة. هنشوف مع بعض إزاي مشجعي المنتخبات العربية كانوا بيتابعوا مباريات بلادهم. داخل خيمة على هيئة كرة قدم يعيش الأردنيون أجواء المونديال. من هنا يصل صوت المشجعين إلى المنتخبات المشاركة في كأس العالم، وكأننا في قلب الحدث. ليس بعيداً عن أجواء قطر، تختلط المشاعر بين المشجعين على أمل فوز فريقهم. في هذه الخيمة اجتمع محبو كرة القدم، وما بين فوز وخسارة تبقى متعة المشاهدة هي ما يوحد صفوفهم. حسوا كأننا في المونديال في قطر، احنا ما نجمناش نمشي ومشجعنا. أجواء ياسر حامية برشا حلوة. تتعالى الأصوات والهتافات وآمال بوصول المنتخبات العربية إلى النهائيات. خيمة جمعت الأعلام والدول تحت سقف واحد لنقل أجواء المونديال. صراحة يعني من جد حاسة نفسي كني بستاد، والمباراة يعني كني قاعدة في ملعب. بشجع الدول العربية وبشجع تونس بس خسرت، لأنه بقدر يفوز الصراحة. أجواء مستمرة حتى نهاية المونديال، وحتى وصولنا إلى الختام تبقى هتافات محبي كرة القدم حاضرة هنا. المنتخبات العربية صاحبة النصيب الأكبر في التشجيع، ورغم المسافات تصدح أصوات الأردنيين بقلب واحد داعمة كل فريق يمثل العرب. من عمان آية السيد، هنا القاهرة عاصمة الخبر.